هنتواصل لو في اي حاجه عندك طبعا نتواصل معاك على طول. نشكرك شكرا جزيلا. طبعا بكره هيبقى معانا حاجات كتير جدا جدا من رواندا مع زميلنا مهيب عبد الهادي مدير برامج الرياضيه من رواندا، من هناك من المنبع هيكون معانا من هناك، هيقول لنا كل حاجه ويقول لنا كل الصور والتفاصيل ان شاء الله من خلال الملاعب اليوم مع زميل سيف زاهر بكره ان شاء الله باذن الله. دايما وده كالعاده عندنا في الملاعب اليوم او في كره مع الحياه، الحياه دايما قناه الحياه بصراحه بنحاول دايما نجيب كل حاجه من تفصيله صغيره جدا، ودي يمكن من مميزات قناه الحياه في مواضيع الكواليس والتفاصيل ما قبل وما بعد واثناء المباريات، وده يمكن حاجه بنمتاز بيها الحمد لله مع زميلنا مهيب وطبعا القس اللي معاك كله والزمايل هنا رؤساء التحرير اللي معانا والمؤدين والمخرجين. بنحاول ان احنا نشتغل على هذا الموضوع بشكل كبير جدا. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، نتمنى التوفيق بعد بكره للزمالك وسموحه وبتروجيت. طبعا زي ما انتم شايفين الصوت والصوره دايما هي اهم من الكلام اللي احنا بنقوله. مهيب عبد الهادي في ريسبشن الاوتيل قاعد مع استاذ عماد وحيد، نشكره شكرا جزيلا على المداخله القيمه. وعلى فكره الكلام في غايه الاهميه ونقد لازع يعني للمجلس القديم من خلال الكلام اللي قاله ان هم جم ورثوا تركه ثقيله ومديونيه للعاملين، وده يمكن يعني عكس الصوره اللي كنا بنشوفها دايما على النادي الاهلي ان هو النادي الاهلي دايما معاه فلوس ودايما ما عندوش مشاكل فلوس، ولكن كلام كان مهم جدا من الاستاذ عماد ويعني نقد واضح للمجلس السابق وان هم يعني الموضوع مش سهل، وموضوع الناس اللي بتنقد فيهم هم بينقدوا وخلاص لكن هم شغالين بشكل كويس، سددوا المديونيات اللي كانت على المجلس القديم، بيشتغلوا في نادي جديد مبنى اجتماعي جديد، ودي حاجات كلها وفي نفس الوقت شغالين وبيكسبوا بطولات، ودي حاجه مهمه جدا يعني مفيش حاجه وقعت منهم وهم شغالين. عايز اتكلم كمان على حاجات كتير النهارده، يمكن من ابرز الحاجات اللي اتكلمنا عليها زي ما قلت لكم هو دوري والكلام ده، كان موضوع جريده مستر جرير طبعا بيتابع الاخبار، لكن خليني اقول لكم على الاهلي، ويمكن الاهلي عشان احنا معانا الاهلي دلوقتي هو وقع عقود جديده مع رمضان صبحي ولعيبه كتير، ولكن يمكن رمضان صبحي بالذات عايز اقول لكم على خبر كده مهم لرمضان صبحي وهتسمعوه يمكن الاسبوع الجاي، يمكن حتى النادي الاهلي ما يعرفوش لسه، انا لسه التليفون ده جاي لي من ايطاليا النهارده. هو النادي اودينيزي الايطالي هياخد او يعني هيقدم عرض رسمي لرمضان صبحي من خلال اعاره الموسم القادم 150 الف دولار تقريبا، شامله لو كويس يعني هيبقى قابله للتجديد بيع نهائي للنادي الاهلي. ده اعتقد هيكون هذا العرض ممكن في خلال اسبوع موجود في النادي الاهلي او لما يرجعوا من رواندا. الكلام ده انا يمكن جالي النهارده من خلال صديق ليا في اودينيزي هناك، وكان بيكلمني على رمضان صبحي وان هو مهتمين جدا برمضان صبحي وان هم هيتقدموا بعرض رسمي إعارة لسنة ب 150 حوالي 150 ألف دولار، وفي حالة البيع هيبقى بيوصل لرقم مليون دولار، وهم بيتمنوا النادي الأهلي يعني يوافق. أنا خليني أقول لكم ده الخبر اللي عاين النهارده، يمكن ما حدش يعرفه أو حدش يعرفه في أي حتة يعني، لكن هتلاقوه ممكن في خلال أسبوع موجود في النادي الأهلي. ده اللي كان النهارده من أودونيزي الإيطالي، يعني خلينا نشوف اللي هيحصل في خلال الأسبوع. ولكن هو لعيب ابتدى يعني يجذب الانظار في البلاد الاوروبيه واودينيزيا، بقول لكم تحديدا اودينيزي الايطالي لان انا يعني اعرف ناس هناك لغايه دلوقتي. ممكن يكون كلام الله اعلم بعد كده مانشز يرجع في كلامه، لكن ده الكلام ده النهارده حصل مكالمه كانت الظهر. حد خلينا من الكلام ده نطلع لتقرير صوتي مع رمضان صبحي، احنا عاملينه سبحان الله بالصدفه يعني قبل ما اعرف هذا الخبر، ولكن رمضان صبحي زي ما قلت لكم لو ما كانش مضى كان هيبقى دايما في مشكله. وعايز اقول لكم حاجه، ان مستر جريدو مقتنع برمضان صبحي فنيا ولكن ما بيلعبوش خالص. ليه؟ لان هو عنده احساس ان رمضان ما بيتمرنش كويس. مستر جريدو من الناس، دي معلومه انا اعرفها من ناس مقربين جدا من جريدو، اللي بيتمرن بيلعب، اللي بيتمرن كويس هو اللي بيلعب. يعني احنا عندنا في ناس ولاعيبه او يعني اللي بيعرف الطبع المصري شويه يقول لك مش ده مش بتاع تدريب لكن بتاع ماتشات، وفي ناس يقول لك ده بتاع تريننج اونلي كده كنا بنسميهم زمان واحنا بنلعب، او اللعيبه اللي معانا يقول لك ده تريننج اونلي يعني في التمرين بقى جامد جدا ينزل الماتش ما فيش حاجه خالص. فدايما لما نلاقي لعيب كويس قوي في التمرين يقول لك تريننج اونلي ان هو ما بيعملش حاجه في التمرين بس. مستر جريدو من الناس دي اللي هو بيحب التريننج، بيحب التمرين، بيحب الناس تتمرن كويس. واضح ان رمضان ما بيتمرنش كويس، او واضح ان رمضان مش من نوع اللعيبه اللي بيتمرن الست ايام او السبع ايام بتوع الاسبوع كلهم بشكل كويس، يعني ممكن يتمرن فوق شويه وينزل تحت قوي وبعدين يطلع، ما عندوش ثبات في التمرين بشكل كويس، عشان كده ما بيلعبش كتير مع مستر جريدو. راجل معترف ان الولد لعيب كويس جدا ولكن ما عندوش ما بيتمرنش كويس، عنده مشكلة في الالتزام، دي واضحة لأن مفيش حد بيشوف رمضان فنيا يقول ما يلعبش، ورغم كده ما بيلعبش تقريبا وعلى طول احتياطي وعلى طول بعيد عن الصورة
اللي هو المفروض يكون فيها. بصراحه لعيب كويس جدا جدا ومهاراته كويسه جدا وعنده ثقه في نفسه بشكل كبير جدا. لكن دي هل بقى ده ممكن لو جاله العرض مستجد وما يمنعش؟ الله اعلم. دي يعني هتبقى عند النادي الاهلي مش عندي. خلينا نطلع لتقرير مع رمضان صبحي نشوف بيتكلموا عن ايه ونرجع نستقبل نقدنا. النهارده هيبقى عندنا فقرتين ان شاء الله. الفقره الاولى مع نقدنا الرياضي الكبير استاذ شوقي حامد هيكون معانا في الفقره الاولى، هنتكلم معاه عن الدنيا ماشيه ازاي واحوال الكره المصريه وحاله الغاء الدوري وحاله استكمال الدوري، لان زي ما قلت لكم يعني الدنيا مش باينه كده ضبابيه بشكل كبير. اختيار كوبر ويعني رؤيه الاعلام في اختيار كوبر. والجزء الثاني هيكون معانا مدربنا القدير الكابتن حسام البدري المتالق مع المنتخب الاولمبي، هنتكلم معاه عن المنتخب الاولمبي ومستقبل الكره المصريه ان شاء الله باذن الله. خلينا نطلع لتقرير رمضان صبحي ونستقبل ناقدنا الرياضي الكبير استاذ شوقي حامد. زحام التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، ومن بعدها مباراة منتخبنا الوطني الأولمبي مع نظيره الكيني قبل التأهل الأفريقي والسعي وراء انتزاع قرار عودة الدوري الممتاز وتوقيته، كلها ملفات وأمور متشبعة ومتفرقة، ولكنها اجتمعت للتغطية على مشكلة كبيرة قام ببطولتها القضبان الأهلي والزمالك، وكان أحد فنادق القاهرة مسرحا لها الأسبوع المنقضي. القصة باختصار شديد تتمثل في حصول الأهلي على توقيع جديد لنجمه رمضان صبحي، نجم القلعة الحمراء ومنتخبنا الوطني الأولمبي الصاعد بسرعة الصاروخ. ساعة مبكرة من الصباح وبلهفة غير مسبوقة لمسؤولي وقيادات النادي الأهلي قلما ظهرت مع النجوم الكبار الذين ذاع صيتهم في الداخل والخارج وعلى مستوى المنتخبات. وعملا بالمبدأ أو المثل القائل إذا عرف السبب بطل العجب، نؤكد أن ما حدث بمشاركة علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي جاء بسبب المفاوضات المباشرة بين مسؤولي الزمالك واللاعب والاتفاق على بنود التعاقد وكل ما يتعلق بها من تفاصيل، ولم يتبقى وقتها سوى توقيع اللاعب فقط، ولكن تسربت أنباء الاتفاق إلى القائمين على الكرة في القلعة الحمراء وانتهت المشاورات إلى ضرورة زيارة معسكر اللاعب والحصول على توقيعه فوراً. وقد كان النجم الكبير حسام غالي كابتن النادي الاهلي، ونقول لك الحمد لله على السلامه. كدمه في الركبه وقلقنا عليك، يمكن ماتش وفاق الصيف كان بدايه قويه لحسام غالي وللنادي الاهلي وكان احق بالفوز، والنهارده بدايه المشوار الافريقي. الله يسلمك اولا يا مهيب. زي ما انت قلت لسه راجع من اصابه وكانت في ماتش وفاق الصيف، والنهارده وبكره ان شاء الله بدايه المشوار الافريقي. اتمنى التوفيق طبعا تبقى بدايه كويسه لينا والفريق، وربنا يكرمنا في مشوارنا ان شاء الله السنه دي.
ونقدر نتوج بالكاس افريقيا ان شاء الله. يعني تاتش وود، مش عايز احسد، لكن اول مره اشوف النادي الاهلي يعني حس ان مكتمل. دايما كان في نواقص في الموسم، كنت بتعانوا من حاجات كتير. انت ككابتن فرقه يعني كنت بتبص في ملعب ممكن ما تلاقيش عناصر كتير موجوده. اعتقد ان فرصه كبيره للجهاز الفني وللعيبه لاثبات بقى يعني روح الفنان الحمراء، ونرجع النادي الاهلي تاني زي زمان. هو هانت يعني، ما بقاش غير جد وعمرو وتقريبا بس دول المصابين. ربنا يرجعهم بالسلامه ان شاء الله ونبقى مكتملين. يعني طبعا اكتمال الصفوف ده حاجه مهمه. يعني من اول الموسم احنا كان دايما حد يبقى واقع مننا لظروف اصابه او ظروف ايقاف، لكن يبقى الصفوف مكتمله اكيد بيدي اختيارات اوسع للمدير الفني انه يختار ال 11 لعيب والناس اللي على الاحتياطي، فبيديله يعني رؤيه اكبر انه يختار ويقدر يحط تشكيله مناسبه لكل ماتش. فاتمنى ان يوفق في كده ان شاء الله بكره، واختار العناصر المناسبه للماتش بتاع بكره ده ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه. مباراه صعبه اكيد، ما فيش تركته على الجيش الرواندي يعني؟ لا، لسه النهارده ان شاء الله في فيديو النهارده بالليل نتفرج على الجيش الرواندي. بس احنا سامعين قبل كده لعبوا الزمالك في 2004 وعملوا معاهم نتيجه كبيره، فدلوقتي ما فيش، بقول لك ماتش بسيط. ومنتخب رواندا برضو تعبنا هنا، افتكر 2009 رمضان احمد حسن جاب الجول، فبقول لك ما فيش ماتشات سهله. فان شاء الله ربنا يكرمنا، يبقى جاي جديين من البدايه وربنا يكرمنا ان شاء الله. انا شايف ان هو مناسب للمباراه، هو ملعب حلو يعني، مش يعني في افريقيا ده مناسب جدا وكويس جدا، واسع شويه وكبير شويه. الجمهور النهارده اللي شجعكم النهارده مبسوطين؟ طبعا دايما ورانا في كل حته جمهورنا. نتمنى ما نغزلوش بكره ان شاء الله ونعمل مباراه كويسه. تبدا المباراه؟ لا لسه مش عارف، مش عارف بكره، لكن انت جاهز؟ انا جاهز الحمد لله، مفيش اي حاجه الحمد لله. التوفيق دايما حسام، ودايما قائد للنادي الاهلي، وانت من بنفرح لما بنلاقيك في الملعب والله. بنفرح حبيبي، ربنا يخليك. تسلم. شكرا.